السلام عليكم باشمهندسين، ان شاء الله نبتدي مع بعض كورس الالكتريكال تكنولوجي اند انفيرومنتال. انا اسمي دكتور محمد الشحات، ان شاء الله اكون معاكم في الماده دي. يعني احنا في البدايه هنتعرف مع بعض عن الماده ونظام الماده وايه اللي احنا محتاجينه منها، وهنبدا نعرف الكونتنتس اللي موجوده جوه الكورس. أولا المادة هتكون محاضرتين في الأسبوع. المحاضرتين هيكونوا في يوم السبت، المحاضرة الأولى والمحاضرة الثانية. دول الإيميلز بتوعي للتواصل لو في أي مشكلة موجودة. بالنسبة بقى للمادة بتاعتنا، إحنا المادة زي ما أنا لسه قايل من شوية إن هي محاضرتين في الأسبوع، هندرس فيها بعض الحاجات الخاصة بالنيو تكنولوجيز اللي بنستخدمها للحفاظ على البيئة، وبعض التأثيرات البيئية اللي بتحصل في الحياة بتاعتنا. ايه اللي احنا محتاجينه وايه هي الكونتينس بتاعت الكورس؟ الكورس كونتينس هو عبارة عن 7 توبكس. التوبك الاولاني هنتكلم فيه عن الانفيرومنتال امباكت اسسمنت اللي هو بنسميه الاي اي اي، وده مهم جدا. ده عبارة عن موضوع بنتكلم فيه عن تقييم الأثر البيئي لأي أونر محتاج إن هو يعمل بروجكت، يعمل مشروع في أي مكان. لازم يقدم تقرير ما يسمى بالتقرير البيئي، التقرير البيئي خاص بالمشروع بتاعه. ده هنتعلم مع بعض إزاي إن إحنا كمهندسين نقدر إن إحنا نعمل تقرير البيئي لأي مشروع، ايه هي الحاجات المتطلبات اللي موجوده جواه، وايه اللي بيحصل، واهميه الكلام ده اصلا ليه، وايه اللي بيخلي الدوله تتجه للجزئيه دي او الحاجه دي، وبقت من الشروط الاساسيه لاقامه اي مشروع في مصر ان يكون عامل تقرير يسمى الاي اي اي. تمام، ده ان شاء الله هنبدا نتكلم فيه مع بعض، يعني تقريبا 4 محاضرات يعني خلال اسبوعين، 2 ويكس. بعد كده هنتنقل للموضوع الثاني اللي هو الالكتروستاتكس والماجنيتو ستاتكس او الماجنتيك فيلد افكت للاكسترا هاي فولتج ترانسميشن لاين. نبدا بقى هندرس شويه المشاكل اللي خاصه بالكهرباء. يعني عموما الاي اي اي هو ان جنرال اللي انا لازم اعرف ازاي اقدر اعمل تقييم الاثر البيئي لاي مشروع. بعد كده هنبدا ان احنا نعرف ايه هي الحاجات المسببات اللي بتسبب مشاكل عموما في البيئه بتاعتنا، خاصه او بخصوص الحاجات الكهربائيه. فمن اخطر الحاجات اللي بتعمل لي مشكله هي الالكتروستاتيك والماجنتيك فيلد للاكسترا هاي فولتج ترانسميشن لاين. ده طبعا لها اثار على الانسان، اثار صحيه، وكمان على النباتات وعلى الحيوانات وعلى كل الاماكن المتواجده بجوار او بالقرب من الترانسميشن لاين سيستمز بتاعتي. تمام، ده برضو ان شاء الله هنتكلم مع بعض فيها تقريبا 3 محاضرات، يعني برضو بنتكلم في 2 ويكس. الجزء اللي بعد كده هنتكلم على برضو حاجات من الافكتس الكهربيه ما يسمى بالكورونا ديستشارج. كورونا ديستشارج ده برضو بيحصل في الاكسترا هاي فولتج ترانسميشن لاين، وظاهره يعني فيها لها مشاكل كتيره جدا، سواء في الباور لوسز او للعزل بتاع الماده الكهربيه. تمام، يعني بالمناسبة هو اسم الكورونا يعني على حسب الكوفيد 19 اللي موجود دلوقتي، بس هو ده طبعا اسم معروف جدا من زمان اللي هو الكورونا ديستشارج. ده في الاكسترا هاي فولتج ترانسميشن سيستم، ده برضو هنتكلم فيه يعني تقريبا محاضرة، سوري ويك، يعني محاضرتين. بعد كده بقى هتنقل لموضوع تاني اللي هو انواع العوازل الكهربية اللي احنا بنستخدمها، سواء بقى على مستوى الجهود العالية او الجهود المتوسطة. ايه الماتيريالز اللي بتصنع منها العوازل دي، والتطبيقات والاشكال بتاعتها. هنتكلم برضو عن السوليد انسوليتنج ماتيريال، هناخد بعض الامثله على السوليد ماتيريال دي بتتصنع من ايه، وايه هي اهم الخصائص لهذه الماتيريال اللي لازم تتوفر فيها. واخر موضوع بقى هنتكلم عنه خالص في نهايه الكورس بتاعنا هو البريك داون او مشكله انهيار العوازل الكهربيه من النوع السوليد، وايه مشاكلها وايه الخطوره وايه هي انواع اصلا البريك داون اللي بيحصل للماتيريال. ده كده عباره عن الكورس كونتينتس بتاعتنا. بالنسبه للتقييمات في الكورس هيبقى في خلال الاسبوع الخامس ان شاء الله
هيبقى في برزنتيشن حضرتكم هتعملوه على الـ EIA، على الـ Environmental Impact Assessment. تكون إن شاء الله خلصتوا فيه الجزء ده وتقدروا تعملوا فيه برزنتيشن. طبعا هنتكلم عنه إن شاء الله في المحاضرات بالتفصيل. في هيبقى في زي كويز كده هنعمله، هنمتحنه، وفي متر ده كده التقييمات اللي هتكون موجودة. طبعا المادة ما فيش فيها توتوريالز او سكاشن، يعني هي بس عبارة عن محاضرات. المحاضرات فيها جزء كبير نظري، يعني ما احنا بنتكلم في تقريبا 70% من المادة نظري، و30% فيهم مسائل. يعني المسائل هيكون مثلا في جزء الكورنت تشارج فيه مسائل، جزء السوليد انسوليتنج ماتيريال والبروبرتس بتاعتها فيهم برضو جزء مسائل، والبريك داون برضو فيه جزء مسائل. يعني في تقريبا ثلاث انواع من المسائل موجودين، لكن بقيه الكورس كله هو عباره عن نظري. فنظام الامتحان هيبقى شكله ازاي، النظري والكلام ده كله برضو هنعرفه مع بعض خلال الايه، خلال الكورس بتاعنا. تمام، ده كده مقدمه عامه عن محتويات الكورس والجريدنج بتاعه شكله ازاي، وهنعمل الجريدنج ده ازاي، وبرضه هنتفق مع بعض على شكل الجريدنج بتاعتي خلال ايه، خلال الدراسه بتاعتي. تمام، عايزين بقى النهارده هنتكلم مع بعض في اول توبيك من التوبكس اللي احنا قايلين عليها، اللي هو الاي اي اي او الانفيرومنتال امباكت اسسمنت. بالنسبه للمحاضره الاولى بتاعتنا اللي هي الانفيرومنتال امباكت اسسمنت، محتاجين نعرف فيها شويه بوينتس، شويه نقاط هامه. محتاجين نعرف ديفينيشن بسيط جدا للامباكت اسسمنت، يعني ازاي انا اصلا اعمل تقييم اثري لاي بروجكت عندي، وازاي ان انا اعمل له انفايرمنتال امباكت اسسمنت، ازاي انا اقيمه بس عن طريق الانفايرمنتال. انفايرمنتال مش مقصود بها فقط البيئه، يعني شويه الزرع وشويه الحاجات دي هو ده اسمه البيئه، لا، البيئه هو لها جانب اقتصادي وجانب اجتماعي. يعني لازم ان انا احسن كل حاجه، احسن اقتصاديا او النمو بتاع الافراد ونمو الدوله، وفي نفس الوقت ما اثرش على الحياه الاجتماعيه بتاعتهم والحياه الثقافيه كمان بتاعتهم خلال التقييم بتاعي. وده اللي احنا هنتعلمه مع بعض، وهن يعني هديلكوا فكره عامه عن الحاجه دي. ويعني ان شاء الله بعد ما نخلص الاسبوعين دول هتكتشف ان في انجينيرنج، في مهندسين بيشتغلوا فقط هذا اي اي اي، يعني هو وظيفته ان هو بيقيم الاثر البيئي لكل المشروعات. فده توبيك مهم جدا ولازم ان احنا نتعلمه ونفهمه. هنتعلم برضو مع بعض ازاي ان انا اعمل بروتكشن للانفيرومنتال بتاعتي، ازاي البيئه بتاعتي اعمل لها حمايه. طبعا الحمايه دي هتتطلب مني فلوس، فازاي ان انا اقنع صاحب المشروع ان هو يدفع فلوس عشان يحمي البيئه، وده هيكون بالعائد عليه بالايجاب مش بالسلب. تمام، برضه هنتعرف مع بعض على الفرق ما بين الجروث والديفلوبمنت، اللي هو النمو والتنميه. هل في فرق في اللفظ ما بين الاثنين، ما بين كلمه نمو وتنميه؟ ده هنشوفه برضه مع بعض. بعد كده هنعرف باختصار جدا الفلسفي اوف الاي اي اي، الفلسفه بتاعه الاي اي اي، ازاي ان انا اعمل لو انا كانجينيرنج، ازاي ان انا اعرف اقيم الاثر البيئي لاي مشروع، ايه هي الستبس او ايه هي الخطوات. وده طبعا بيبقى قائم على بعض الاسس المبنيه من سواء وزاره البيئه او وزاره او هيئه التنميه الاقتصاديه، هم دول الهيئتين اللي في مصر المسؤولين على الجزئيه دي. فده احنا ان شاء الله هنبدا خلال المحاضرات بتاعتنا هنتعلمه ونشوفه مع بعض، حاجات سريعه وحاجات ان شاء الله تكون شيقه وممتعه بالنسبه لكم. طيب في البدايه بقى عايزين نعرف ايه هو الامباكت اسسمنت. خلاص، تقييم، ازاي ان انا اعمل تقييم لاي بروجكت، لاي انديفيديوال بروجكت موجود، ازاي ان انا اقيمه. هو انفايرومنتال بيئيا، هو ان انا اعرف ايه هي البوليسيز خلاص، وايه هي البروجرام او الاستراتيجيز اللي انا محتاجها للانفايرومنتال اسسمنت، عشان اقدر اقول ان انا بقيم فعليا التاثير البيئي للمشروع ده. لازم ابقى عارف ايه هي القوانين والتشريعات اللي بتتبعها هذه الدولة أو المؤسسة، عشان أقدر أعمل استراتيجية أو إن أنا أبين إزاي إن أقدر أعمل تقييم الأثر بيه. فالإنفيرومنتال إمباكت أسسمنت كتعريف كديفينيشن هو عبارة عن بروسيس بعمل بها إيفالويشن، بعمل بها تقييم للإنفيرومنتال إمباكت.
الانفيرومنتال امباكت سواء للبروجكت خلاص بتاعي او سواء للهيومن اللي موجودين بجانب هذه او هذا المشروع. خلاص بنتكلم على التقييم بتاعي للبيئة من وجهة نظر السوشيال ايكونوميك كالتشر. خلاص الثلاث حاجات دول اهو، سوشيو ايكونوميك كالتشر، اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا. خلاص وكمان الهيومن هيلث امباكت، التأثير البيئي للإنسان. خلاص لازم ابص عليهم من حاجتين، اولا البينيفيت خلاص والادفيرس بتاعي، يعني المكاسب وايه الاضرار اللي بتقع عليه. فبالتالي هو المقصد من الاي اي اي هو ان انا اقدم تقرير، التقرير ده بيبين كل الجوانب الايجابيه والسلبيه للمشروع بتاعي. خلاص بحيث ان الجهه المختصه زي الدوله هي اللي تقدر تقيم هل ان المشروع ده نقدر ان احنا ننفذه ولا لا يمكن تنفيذه في هذه الدوله. تمام، ده كده المعنى الشامل لكلمه environmental impact assessment. طبعا احنا يعني السلايدز بتاعتي لما نيجي هنبص عليها مع بعض هنلاقي طبعا في منها هتلاقي جزء مكتوب بالعربي وجزء مكتوب بالانجلش، يعني بنحاول ان احنا نوضح للناس ببساطة ايه هو الحاجات المتبعة. وطبعا في الاجابة في الامتحان حضرتك عايز تجاوب بالعربي جاوب بالانجلش يعني كما يتراءى دي، فاحنا بنحاول ان احنا نسهل على الناس عشان الناس تبقى فاهمة الموضوع اللي احنا بنتكلم عنه. فعايزين نفهم بس الغرض من تقييم الاثر البيئي، ليه انا محتاج اعمل تقييم اثر بيئي؟ قلنا عشان نضمن حمايه للبيئه والموارد بتاعتها، ودي اهم حاجه. طبعا احنا لما نبص على التطور الاقتصادي والمشاريع الاقتصاديه اللي بتتم، لا يجب ان نهمل حاجه مهمه جدا، ان انا لما بعمل مشروع زي مثلا محطه، محطه كهرباء او محطه صرف صحي، اي مصنع مثلا تعبئه تغليف اي حاجه، هو بيستنفذ موارد طبيعيه. موارد طبيعيه دي زي موارد طاقه بيستهلكها عشان يشغل المكن اللي موجود عنده، موارد طبيعيه من المنتج اللي بيسحبه من الطبيعه، كمان بيضر بالبيئه، العوادم اللي بتطلع من المشروع او المخلفات اللي مش كويسه للبيئه اللي بتترمى مثلا في الصرف الصحي او بتضر من الهواء اللي موجود في المنطقة. فبالتالي الغرض من التقييم الأثر البيئي هو إن أنا أبص على الجوانب البيئية خلاص والموارد الطبيعية، وإن أنا أحافظ عليها خلاص، كمان أحافظ على صحة البني آدمين. يعني ده برضو من الحاجات المهمة، إن المشروع بتاعي في مكان ما، يعني مثلا لو أنا بقول إن إحنا في مصر هنا بنعمل حاجة اسمها المنطقة الصناعية، المنطقة الصناعية دي بيبقى مكان فيه المصانع، فبالتالي بنحاول ان احنا نبعد الاماكن دي عن الانسان. فبالتالي لازم ان انا اشوف هو تاثير المشروع ده على صحه البني ادمين شكله ازاي. تمام، وكمان جزء من التقييم الاثر البيئي بتاعي الـ Environmental Impact Assessment هو ضمان التنميه الاقتصاديه. يعني ان انا ما بقاش انا خايف اعمل المشروع ده اصل له جوانب بيئيه خطيره. طب جوانب بيئيه خطيره معنى كده ان انا ما اعملش المشروع ده في البلد خالص؟ لا طبعا، ده كده انا بقلل من التنميه الاقتصاديه في البلد. لا، انا هعمل المشروع ولكن يجب ان احط في الاحتياطات بتاعتي او التقرير بتاعي ازاي ان انا هضمن او هوفر حلول للمشكله اللي موجوده عندي، سواء لو هو بيضر بصحه البني ادمين او بيضر بالبيئه، ازاي ان انا هاخد اكشنز تقلل من الضرر اللي موجود عندي. تمام، فهي عمليه كومباينيشن، يعني هي عمليه كبيره. يعني انت بتبص فيها على جوانب ازاي نحمي البيئه، ازاي احمي موارد نفسها بتاعت البيئه، صحه البني ادمين، وفي نفس الوقت اضمن تنميه اقتصاديه للدوله والافراد اللي موجودين، ازاي احسن مستوى الدخل بتاعهم. لان طبعا انا لما اعمل مشروع زي ده في مكان ما انا بوفر فرص عمل للناس اللي موجوده للشغل، وبوفر منتج بقدر البلد بتاعتي تستفاد بيه بدل ما استورد المنتج ده من بره، وهكذا. فدي كلها لازم ان احنا نوضحها في التقرير اللي احنا بنقدمه للمشروع بتاعي الى وزاره البيئه. تمام، طبعا اي مشروع او اي تقييم لازم يكون فيه جانب من القوانين. يجب ان انا كمؤسسه
اطلع على القوانين البيئية اللي موجودة في المشروع بتاعي، تمام؟ سواء بقى بعمل مشروع جديد يعني لسه المصنع هبدأ إنشاؤه، أو إن أنا هعمل توسعات اكستنشن للمشروع بتاعي، أو إن أنا بجدد الرخصة بتاعة المنشأة. دي كده الحالات، الثلاث حالات اللي بقدر أعمل فيهم تقييم أثر بيئي، لو أنا بعمل المشروع لأول مرة، لو أنا في عندي اكستنشن للمشروع، أو إن أنا بجدد الرخصة بتاعة المشروع. لازم أبص على القوانين البيئية اللي الدولة بتاعتي بتنزلها، وده إن شاء الله هيكون لنا مع بعض محاضرة أو يعني جزء في محاضرة، إن إحنا نعرف أصلا إيه هي القوانين بتاعة البيئة اللي أنا محتاج أعرفها عشان أقدر أقيم المشروع بتاعي ده من وجهة نظر البيئة. طيب طبعا الـ Environmental Impact Assessment زي ما إحنا يعني لسه قايلين شايفين السلايد بتاعتنا من شوية، قلنا هو عبارة عن تول أو أداة بستخدمها عشان أبدأ أشوف الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والتأثير البيئي للإنسان. المفروض ان انا بقدم التقرير ده للديسيجن ميكر، خلاص، اللي هم صناع القرار. صناع القرار ده مثلا يعني هنا في مصر زي ما قلت لك وزارة البيئة او هيئة التنمية الاقتصادية، هم دول اللي بايدهم القرار ان انفذ المشروع او ما نفذوش. فلازم ان انا اقدم التقرير للناس دي عشان ياخدوا القرار بتاعي، تمام؟ ومنها طبعا اقدر اشوف الـ او اتوقع الامباكت اسسمنت في الاريا في الايرلي ستيج في بدايه المشروع قبل ما ابدا المشروع نفسه كتخطيطا للمشروع في مرحله الديزاين او في مرحله التصميم. يبقى انا قبل اصلا ما اعمل المشروع بقدم التقرير، الدوله تقول لي اه تمام اعمل المشروع بتاعك، ببدا ان انا انفذ المشروع بتاعي. ومش بس التقرير بيقف عند هذا فقط، لا، ده انا خلال انشاء المشروع وتشغيل المشروع لازم اقدم تقرير تاني ابين فيه ان التقرير اللي انا قدمته الاولاني مطابق للتشغيل اللي انا عملته، تمام؟ فدي كلها كده الحاجات الرئيسية اللي انا محتاجها. طيب لو ظهر عندي بقى مشكلة ان لا في مشكله مثلا بتضر البيئه، سواء مثلا في مخلفات زي مثلا ثاني اكسيد الكربون، طب ازاي ان انا احل المشكله دي؟ هل ان انا مثلا هركب فلاتر دي بفلوس معينه؟ ببدا ان انا اعمل امبلمنتيشن، المشروع ده هياخد تايم قد كده للانشاء، لازم احط السكيدجول بتاعته، لازم ان انا احط ازاي ان انا اعمل تريتمنت العلاج ليه او كلين للغازات اللي خارجه عندي او لميه الصرف الملوثه المخلفات البيئيه. كل الحاجات دي لازم ان انا احطها بداخل الاطار التقرير اللي انا بنفذه. طيب دلوقتي بقى عايزين نعرف ايه هي المكونات او هي الكومبوننت او هي المراحل اللي انا مفروض اتبعها وانا بعمل الاي اي اي او تقييم الاثر البيئي بتاعي، طبعا بناء على التشريعات والقوانين اللي موجودة في الدولة بتاعتي اللي أنا بعمل فيها التقييم. أول ستيج أو أول مرحلة من مرحلة التقييم الأثر البيئي هو إن أنا بعمل ما يسمى بالسكرينينج أو التحري والتدقيق، يعني إني بدور على إيه هو الجزء اللي أنا محتاج أقيمه، يعني أنا هقيم إيه في البروجكت بتاعي. أنا هديك مثال بسيط عشان تفهم النقطة دي، يعني مثلا عندي مكن أو مواتير صوتها عالي، فالحاجة اللي أنا محتاج إن أنا أعمل لها قياس أو ميجرمنت هي الضوضاء مثلا بتاعة المواتير بتاعتي. فأنا بحدد إيه هي الحاجات اللي أنا محتاج أعمل لها ميجرمنت أو إن أعمل لها تقييم في البروجكت بتاعي. فده أول نقطة عندي هو عبارة عن مين؟ هو عبارة عن السكرينينج. بعد كده بعمل عملية السكوبينج. السكوبينج بقى اللي هو التدقيق زي ما بنقوله، إن إحنا بنبص على الـ او بنعرف البوتنشال امباكتس، خلاص، ايه هي الامباكتس بتاعتي. ده طبعا زي ما قلت لك بيزد على التشريع، يعني يعني المثال اللي كنت لسه بقوله من شويه نسبه الضوضاء، يعني هل نسبه الضوضاء دي لو زادت عن كام هو دي المشكله. فده اللي انا بعمله في مرحله السكوبينج، اني بشوف هو ايه الليمتس بتاعتي اللي انا ما ينفعش اتعداها. طيب لو تعديت الليمتس دي هل كده يبقى انا مش هعمل البروجكت بتاعي؟ لا، برضو من الـ في مرحله السكوبينج لازم ان انا كانسان بعمل او بعد التقرير بتاعي، لازم ان انا بايدنتيفاي او بعرف الالترناتيف سوليوشنز. يعني انا عندي مشكله ضوضاء،
لازم ان انا اعرض على اللجنه بتاعتي، اقول ان عشان احل مشكله الضوضاء دي لازم ان انا اعمل كذا وكذا وكذا عشان اعمل ميتيجيشن او اعمل ريديوسنج للضوضاء بتاعتي. فده برضو بيبقى في مرحله الايه، مرحله السكوبينج. طب لو الالترناتيف ده مش نافع، هل في حل اخر؟ اه، لازم ان انا اعمل فايندنج للالترناتيف ديزاين. يعني ممكن اقول لهم لا، احنا المكنه دي نفسها ممكن ما نجيبهاش، احنا نجيب مكنه تانية نسبه الضوضاء بتاعتها اقل. يبقى انا كده عملت ايه؟ عملت وجدت حل اخر، خلاص، او بديل، بيسمى بدائل. وجدت بديل اخر غير البديل اللي موجود عندي عشان اعمل الـ 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 او ان انا احل مشكله تقييم الاثر البيئي اللي عندي. تمام؟ وبالتالي ببدا في الاخر احط تيرمز او ريفرنس للامباكت اسيسمنت، واقول ان انا دلوقتي عملت او قست الحاجه اللي انا بدور عليها، اللي هي الاسيسمنت اللي انا عايز اشوفه، زي مثلا الضوضاء زي ما احنا قلنا، وعرفت الليمتس بتاعتي كام. لو تخطيت هذه الليمتس ابدا احط حلول ان انا اعمل ميتيجيشن. طب هل في حل اخر او بديل اخر؟ اه، بديل اخر ان انا ممكن اعمل كذا كذا. فدي كده هي الاول خطوتين في خطوات الاي اي اي. طيب المرحله بقى الثالثه بعد السكريننج والسكوبينج، ان انت بقى بنعمل assessment و evaluation لل impact and development of alternative. حضرتك بقى بتقول ان التقييم بتاعك بيقول ان 1 2 3 تأثيرات للحاجة الأولانية قد كده، والتانية كذا، والتالتة كذا، وبتضيف فيها تمام البدائل اللي انت اقترحتها. ده كله بتحط في إطار التقييم أو الريبورت بتاعك. بعد كده اللي هو الريبورتنج بقى، اللي هو بنسميه الاي اي اس او الانفايرمنتال امباكت ستيتمنت، ده زي كشف تفصيلي للتقييمات البيئيه. تمام؟ زي الريبورت، زي التقرير برضو، بنبين فيه ازاي ان انت تقدر تعمل مانجمنت. يبقى عندك بلان بنسميها برضو الاي ام بي، اللي هو الانفايرمنتال مانجمنت بلان، ان يبقى عندك خطه اداريه. طبعا بتقول ان انت هتفضل تتابع الاسسمنت او التقييم بتاعك والامباكت بتاعه للبارامتر اللي هو مثلا زي ما احنا كنا بنقول الضوضاء، تفضل تتابعه. مش بس ان انت قلت في الاول ان احنا هنعمل كذا وخلاص، لا، ده انت خلال المشروع بتقدم تقارير ان انت ده احنا هنفضل نتابع هذه الايه، هذه الخطوات. بعد كده بيبدا عمليه الريفيو للانفيرمنتال امباكت ستيتمنت. طبعا ده بتقدم بقى للاثوريتي اللي هي الدوله او الوزاره، هي اللي بتبدا تبص على الريفيو، تعمل ريفيو، وبعد كده بياخدوا بقى الديسيجن ميكنج ديسيجن، المشروع ده هيتم ولا لا، مش هينفع يتم في ظل هذه الظروف، فلازم ان احنا نغير المشروع او نحط بدائل اخرى. طبعا بعد كده مش معنى ان انت خدت البرميشن ان انت تبدا المشروع ان كده خلاص، لا، لازم دايما يبقى فيه مونيتورنج، لازم يبقى فيه مراقبه على المشروع بتاعك، ودايما تعمل الاي ام بي بتاعتك او المانجمنت بلان، الانفيرمنتال مانجمنت بلان، دايما تقول فيها ان احنا عملنا ده كذا، والمفروض التحسين بقى قد كده، لا، ده المفروض ان احنا يبقى فيه ريديوسنج للحاجات دي. ومع الوقت تبدا ان انت تقدم تقرير شامل، سواء قبل بدايه المشروع او مع تشغيل المشروع. ده كده الستيج او الخطوات اللي عشان نقدر نعمل انفايرمنتال امباكت اسسمنت. تمام؟ ده هنا مثال اهو المشروع، عشان نشوف منه الاوبجكت او الاوبجكتيف، الهدف من الاي اي اي. ده زي محطه كهرباء اهو، بيطلع هنا عادم، ده الايميشنز بتاعتك، ده العوادم او الابخره الضاره اللي موجوده. طبعا لازم اعمل لها ميجرمنت، لازم نعمل لها قياس، اشوف نسبه الضوضاء دي او نسبه التلوث ده قد ايه. في هنا موديلنج، ان انا ازاي احسن ده. طبعا الميجرمنت ده لازم ان انا اشوف الامباكت بتاعته على الناس زي ما انتم شايفين كده، او على البيئه بتاعتي، اشوف الدوز بتاعتي، الجرعه من الاميشن دي قد ايه، واشوف الاكسبوز بتاعها، التاثير بتاعها شكله ازاي. تمام؟ طبعا محتاج بقى ان انا في مشكله، تمام، لازم ان انا ابدا احلها ازاي، ان انا اعمل كنترول اوبشن، ان انا ازاي اتحكم في العادم اللي خارج عندي. طبعا ده هيحتاج كوست، تمام، فلازم ان انا ابص على الكوست. عشان كده قلنا الانفيرومنتال هو عباره عن تقييم شامل، سوشيال، اجتماعي، كالتشر، ايكونوميك،
هيلثي، كل حاجه تمام. ده محتاج ان انا هدفع كوست، بس مقابل كده ان انا هاخد كلين اير، وان انا ما اعرضش حياه الناس ولا حياه الانفايرمنت بتاعتي الى مشكله. فده كده هو اللي بيحصل في الانفايرمنتال امباكت اسيسمنت، هو عمليه موازنه، ان انت حضرتك بتدفع صحيح تكاليف زياده، ولكن في نفس الوقت بتحمي الانفايرمنت، بتحمي البيئه وبتحمي الناس، وبتقدر ان انت في الاخر توصل الى الهدف الاساسي اللي هي التنميه للمجتمع، وفي نفس الوقت عدم الاضرار بالبيئه اللي حواليك. دي الخطوات الثلاثة اللي احنا شايفينهم في السلايد اللي فاتت. زي ما احنا قلنا ان انت بيعمل ايدنتيفيكيشن، تعريف ل او استيميشن للتقييم بتاعي، ايه اللي بيحصل جواه في المشروع. بعد كده بتقدم التقرير للدولة او للوزارة عشان تقدر تاخد التصريح لعمل المشروع، وتبدأ ان انت تعمل المشروع بتاعك، وفي نفس الوقت ان انت بتشجع الاثوريتيز بتاعتك ان هي تعرف ان مفيش اي مشكلة او اي تأثير بيئي ضار على المجتمع، سواء زي ما قلنا انفايرومنتال او ايكونوميكال او كالتشر او هيلسي بالنسبة للناس، عشان تقدر اللي هما الميكنج ديسيجن بتوعي يسمحوا بإقامة هذا المشروع. طيب ايه بقى الغرض من الانفايرمنتال اسيسمنت؟ الانفايرمنتال اسيسمنت هو عباره عن بلانينج اند ديسيجن ميكنج تول، خلاص. الهدف من الانفايرمنتال اسيسمنت هو ان انا اعمل مينيمايزنج، او ان انا اعمل افويدنج، ان انا اتجنب الانفايرمنتال افكت، خلاص، قبل ما تحصل. يعني انا مش مستني ان انا اعمل المشروع واشوف ان المشروع ده بيعمل مشكله فاروح ان انا احلها، لا. هو الهدف الرئيسي ان انا بعمل تقييم للاثر البيئي بتاع المشروع قبل بدايه المشروع، خلاص. فبالتالي ابدا اخد الديسيجن، هل اعمل المشروع ده ولا ما اقدرش ان انا اعمله، تمام. طيب ايه هي بقى الخمس مشاكل الرئيسيين اللي خلال الاعوام الاخيره بدأت الناس تبص عليها، وهي دي الكونسيرن او ده الاهتمام بالبيئة بقى على هذه الخمس محاور او الخمس مشاكل. ايه هي الحاجات دي؟ البايو دايفرستي. البايو دايفرستي مقصود بيها ان انت الحياة النباتات وحياة الحيوانات والحاجات دي كلها، دي بتأثر على البيئة. يعني لما نيجي ان احنا نحارب حاجة معينة، نبات معين أو حيوان معين، ده بيأثر على التوازن البيئي. فلازم يبقى فيه بايو دايفرستي، لازم يبقى فيه توازن بيئي. لو حصل إخلال بالتوازن البيئي، ده عامل من العوامل اللي بيأثر على الانفايرومنتال بتاعتي. يعني ما ينفعش إن أنا مثال، يعني إن أنا أرمي المخلفات بتاعتي مثلا في البحر وأموت الأسماك، وأبقى أنا كده بخل بالتوازن البيئي. كمان من الحاجات المشهوره جدا هي الووتر بوليوشن، تلوث الميه، تمام. ده لازم ان انا اهتم ان ما ينفعش ان انا ابدا الوث الميه بتاعتي. كمان الديفورستنج، فورستيشن الغابات بتاعتي، انقراض الغابات او قطع الاشجار، ده بقت مشكله كبيره جدا ونعاني منها دلوقتي في قله الاكسجين. يعني ده بقى مشكلة كبيرة، لازم ان احنا نحافظ على البيئة بتاعتنا من عملية قطع الاشجار دي. عموما البوليوشن سواء بقى كان من الضوضاء، سواء كان من الهواء، تلوث الهواء من الغازات الخارجة من المصانع. كمان الكلايمت تشينج، التغير المناخي، ده احد الاسباب الرئيسية في ان احنا بدأ يبقى فيه اهتمام كبير جدا في مواضيع البيئة في السنين الاخيرة نتيجة حدوث الكلايمت تشينج، ان بدا يحصل في تغير مناخي، ان الجو ما بقاش زي الاول. ده نتيجه ان التاثيرات البيئيه من المشاريع الحديثه اللي بتتم في الدوله. طيب عمليه بقى تقييم الاثر البيئي بتتم على ستيج، على مراحل. ايه هي المراحل دي او ايه اللي احنا بيتم جواها؟ المرحله الاولى هي مرحله التصميم المشروع او مرحله الانشاء. في مرحلة التصميم والإنشاء لسه المشروع بتاعنا ما اتعملش، فبالتالي لازم إن لما أجي أشوف التقييمات البيئية أو تقييم الآثار
اللي انا هاخدها في الاعتبار لازم ان هي تتناول مجموعة من الجوانب. اشهر هذه الجوانب هو تجميع البيانات. لازم ان انا كشخص مسؤول عن اعداد تقرير بتقييم الاثر البيئي، لازم ان انا اقدر اجمع بيانات عن سواء المشروع، سواء عن المنطقة، سواء عن المناخ في المنطقة ده عامل ازاي، السكان، نسبة الناس اللي موجودة قد ايه، مدارس، النشاط الاجتماعي اللي بيتم في المنشأة. لازم ابقى عارف معلومات عن المشروع بتاعي وعن التصميم بتاعي عن طريق ان انا بدرس دراسات بيئية سابقة. يعني مثلا لو المشروع ده اتعمل في الحتة الفلانية، واروح اشوف المشروع ده اتعمل، طب ايه الاثار اللي موجودة فيه، ايه المشاكل اللي موجودة جواه، وهكذا. بعمل مشاورات مجتمعية مع تحديد الاثار البيئية. بشوف، باخد استطلاع رأي، بشوف الناس ايه رأيها عن اقامة المشروع ده في المكان بتاعهم. بقترح اساليب للتخفيف لو في مشكلة ظاهرة في المشروع ده بالذات. لازم ان انا احط في التقرير بتاعي وفي التقييم بتاعي اساليب للتخفيف من هذه الاثار المتوقعة. ده كده في مرحلة ما قبل الانشاء. بيجي بقى المرحلة اللي بعد كده، مرحلة تحليل البيانات او مرحلة الانشاء نفسها. بعد ما تم انشاء المشروع بيتم بقى عملية تحليل للاثار البيئية. انا خلاص المشروع خرج للبيئة او خرج للواقع، ابدا بقى ان انا اشوف النتائج بقى اللي موجوده قدامي، اقيس، اعمل ميجرمنت بتاعتي، اشوف التحليلات، ببدا ان انا تجميع البيانات الحقيقيه بقى عن المشروع اللي اتنفذ وبعرضها على الجمهور. ودي من الحاجات المهمه جدا في المشروع بتاعي، ان لازم عرض يتعمل استفتاء او مرحله استماع علنيه مشاوره للجمهور. يا جماعة ان احنا بنقول في كذا، 1 2 3، رأي الناس ايه في المشروع ده، الناس بتسمع ايه، بنصلح المعلومات للناس. دي بنسميها جلسة استماع، ودي من الحاجات المهمة جدا في التقييم الاثر البيئي، ان انا لازم اعمل جلسة استماع للناس حوالين هذا المشروع. بس ودي مرحلة مهمة جدا لانها مكملة للمرحلة السابقة، وبتساعد على ان انا اوجد اساليب للتخفيف واقتراحات بيئية جديدة للحد أو للتقليل من مشاكل الأثر البيئي. اللي قدامنا ده بقى ده نموذج المفروض الأونر أو صاحب المشروع بيتوجه إلى وزارة البيئة أو هيئة التنمية الصناعية، بيطلب إن أنا فلان الفلاني عايز أعمل مشروع، وليكن مثلا مشروع تدوير، مشروع تغلفة وتعبئة، أي مشروع عايز يعمله، عايز أعمل مشروع محطة كهرباء، عايز أعمل مشروع، تمام؟ فببدأ إن هما يدوني طلب. خلاص، الطلب على حسب نوع المشروع. في مصر بنقسم، أو في وزارة البيئة بنعمل تصنيف للمشروعات. بنصنف المشروعات إلى 3 جروبات رئيسية زي ما باين كده قدامكم. في حاجة اسمها القائمة ألف إيه، وفي القائمة بي، والقائمة بي في نوعين، في حاجة اسمها نموذج فحص بيئي بي، تمام، أو تأثير، نموذج تأثير بيئي محدد بنسميه البي سكوب. خلاص، فده البي نفسه نوعين، في بي بس وفي إيه، وفي بي سكوب، تمام. أو من القائمة جيم اللي هي تقييم أثر بيئي كامل، ودي للمشروعات الخطيرة. خلاص، المشروعات اللي بيبقى فيها مشاكل بيئية خطيرة جدا بتكون من القائمة جيم. فعلى حسب نوع المشروع اللي حضرتك ناوي تعمله، بتاخد نموذج من ال4 نماذج دول، وتبدأ ان انت تملى النموذج. خلاص، او بتديه للشخص المختص، مثلا لو هو شخص او مكتب قائم بعمل طلبات التقييم الاثر البيئي، بيروح بياخد النموذج وبيبدأ ان هو يملى النموذج بتاعك ويتوجه بيه الى جهاز شؤون البيئة. بتروح للجنة، اللجنة دي بلجنة مراجعة اللي بتعمل ريفيو، طلبت من حضرتك إجراءات أو تعديلات، بتروح حضرتك بتعمل التعديلات بتاعتك وترجع بيها تاني تقدمها لحد ما يتم الموافقة على تنفيذ المشروع بتاعك، أو إن أنت تعمل الحلول اللي طلبوها منك عشان تبدأ تنفذها. فيبقى دي من الخطوات الأساسية، إن أنا لازم أعرف
المشروع اللي انا هعمله ده هو يقع تحت اي تصنيف من تصنيفات المشروع حسب التصنيفات اللي بتقدمها وصالة البيع. ولو حضرتنا لو حضراتكم يعني حبيتوا انكم تعملوا اكسرسايز كده ظريف وجميل، انكم تدخلوا على تكتب كده على جوجل وزارة البيئة، خلاص بتدخل عليها تقييم الاثر البيئي، بتبدا ان انت تشوف تصنيف المشروعات، بتشوف انت في جداول بقى باسم المشروع، كل مثلا قائمه فيها نماذج كتير جدا للمشروعات. وانا ممكن اساعدكم ان انا هدي لكم الملفات دي تطلعوا عليها، ملفات جميله انك تعرف تحدد يا ترى هو المشاريع اللي احنا بنعملها دي بتقع تحت اي تصنيف، وده التصنيفات زي ما انا قلت لك الف وب وب سكوب وجيم على حسب خطورة هذا المشروع من وجهة نظر البيئة. تمام؟ طيب اخر بقى حاجات من يعني محتاجين ان احنا نعرفها، مين الانفولفد جوه عملية التقييم الاثر البيئي في البروسيس نفسها بتاعت الاي اي اي، هما مين البارتيسيبيشنز اللي موجودين عندي. اول حاجه الجوفرنر او البرايفت ايجنسي اللي مسؤوله، زي ما قلت لك مثلا هيئه التنميه الاقتصاديه في مصر او وزاره شؤون البيئه، دول اللي مسؤولين، اللي هم بيقولوا لي انت هتعمل مشروع او ما تعملوش. تمام؟ وهم دول اللي احنا مسميهم الديسيجن ميكر، هم دول اللي بياخدوا القرار في التنفيذ او عدم التنفيذ. كمان لازم يبقى فيه اسيسور اللي هو اللي بيقيم. تمام؟ وده ممكن يكون برضو اجنسي او ممكن يكون فرد هو معتمد، لازم الفرد ده يكون معتمد من وزارة البيئة، مش اي شخص يقول لك انا هقدر اعمل ملف تقييم اثر بيئي. لا، هو لازم يكون شخص وزارة البيئة مدياله تصريح ان هو يقدر يعمل البروسيس دي. تمام؟ هو اللي بيعمل التقرير، التقرير طبعا بيبقى كبير جدا كذا صفحة مثلا حسب خطورة المشروع، بيقدموا للمراجعين اللي موجودين في الوزاره، وبيبداوا هم ياخدوا القرار ان احنا ننفذ المشروع او ما ننفذوش. كمان ممكن يكون مين انفولفد في الاي اي اي، الاكسبرت ادفايزرز اللي هم اصحاب الخبرات، يعني مثلا ممكن حضرتك تجيب دكتور في الجامعه، استاذ اللي يكون له خبره في المجال، يجي يدي لك الايه الهنتات بتاعته، يقول لك مثلا لا خد بالك انت في المشروع ده لازم تضيف كذا عشان خاطر المشروع يتقبل. فدول كده يعتبر هم المشاركين جوه عمليه الاي اي اي بروسيس والديسيجنز بتاعتها. تمام؟ ده كده يبقى احنا عرفنا اوفرول العمليه بتتم ازاي، والنماذج والناس المشاركين عندي في البروجكت. اخر بقى حاجه ان احنا يعني بس بنراجع عموما بس على ايه اللي احنا شفناه، ان في الانفيرومنتال امباكت اسسمنت بروسيس العمليه بتتم على مراحل. اول حاجه ان احنا بنعمل انفيرومنتال اند سوشيال بيز لاين ستادي، بتعمل دراسه شامله وصف كامل للبيئه المحيطه والمشروع وكل حاجه. تاني خطوه بنعمل بروجكت ديسكريبشن، وصف للمشروع بيئيا. بعد كده بنعمل الانفيرومنتال امباكت اسسمنت ستادي والامباكت اناليسز وكل تقييم الاثار البيئيه، المخلفات اللي طالعه، كل حاجه. بتقترح رقم اربعه المانجمنت اند مونيتورنج بلان اللي هي الاي اي سوري الانفيرمنتال مانجمنت بلان الاي ام بي، خلاص دي بتقول انا هقدر ان انا خلال المشروع هعمل كذا وكذا 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 وكذا. بعد كده بتقدم المشروع ده او التقرير ده للجهه المسؤوله، للوزاره او لهيئه التنميه الاقتصاديه، وفي الاخر يدولك ديسيجن يا ترى تعمل المشروع او ما تعملش المشروع. فدي كده شباب المقدمه عامه عن ان ازاي اعمل انفيرمنتال امباكت اسسمنت. يا ريت تكون العمليه وضحت في ذهنكم بالتفاصيل الدقيقه ايه الحاجات الرئيسيه اللي احنا محتاجينها. تمام؟ المحاضره الثانيه هنبدا ان احنا بقى نتكلم شويه برضو انديب على بعض التفاصيل الدقيقه جوه عمليه الانفيرمنتال امباكت اسسمنت، عشان نقدر بقى ان احنا كمهندسين نعمل تقرير. يعني احنا عايزين نتعلم مع بعض، احنا فهمنا كل الجوانب، عرفنا ان بجيب نموذج منين، النموذج ده مين اللي بيملاه، مين اللي بيقيم، مين اللي بيعمل، ابص على ايه. عايزين بقى ان احنا نتعلم مع بعض في الخطوات الجايه او في الاسابيع الجايه ازاي ان انا كمهندس اقدر اعمل تقييم واخد تصريح من وزاره البيئه اني انفذ environmental impact assessment. تمام؟ شكرا.